بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذة السنة الرابعة متوسط رياضيات، أقدم لكم تمرين فيما يخص تبسيط العبارات العددية. إذا تولوا مليح، اكتب العبارات الآتية على شكل A جذر B، حيث A صحيح نسبي و B أصغر عدد طبيعي ممكن. B يساوي جذر 12 ناقص جذر 300 زائد 2 جذر 27. C 3 جذر 2 مضروب في 1 ناقص جذر 2 زائد جذر 8 مضروب في 2 زائد 3 جذر 2 ناقص 6. D هو جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 ناقص 3 مضروب في جذر 12 ناقص 1. إذا نبدأ في الحل، B جذر 12 ناقص جذر 300 زائد 2 جذر 27. 3 جذر 3، إذا نعتبر جذر 3 هو العدد أصغر، خلاص 3 هو العدد الأصغر. ب هي 4 في 3 جذر 4 في 3، لهنا 100 مضروب في 3 زائد 2 9 مضروب في 3. إذن ب هي جذر 4 مضروب في جذر 3 ناقص جذر 100 مضروب في جذر 3 زائد 2 جذر 9 مضروب في جذر 3. ب يساوي إذن جذر 4 هي 2 مضروب في جذر 3، جذر 100 هي 10 جذر 3، لهنا جذر 9 هي 3، إذن 2 في 3 يساوي 6 مضروب في جذر 3. إذن ب هي 2 ناقص 10 زائد 6 ولكن مضروب في جذر 3. إذن 2 زائد 6 8 ناقص 10، هو معناه ب هي ناقص 2 جذر 3. إذا نتبع سي 3 جذر 2 واحد ناقص 2 زائد جذر 8 2 زائد 3 جذر 2 ناقص 6. أولا نشر، 3 جذر 2، إذا هاكم تشوفوا لهنا بعد لهنا لهنا بعد لهنا، إذا 2 جذر ناقص 3 جذر 2 مضروب في جذر 2 زائد جذر 2 مضروب في 2 لهنا زائد 3 جذر 8 مضروب في جذر 2 ناقص 6. سي واش لاحظوا أن جذر 2 هو الأقل قيمة، إذا نوليو جذر 2 ناقص جذر 2 في 2 جذر 2 هو 2 زائد جذر 4 في 2 مضروب في 2 أي
لنا ثلاثة جذر اثنين مضروب في جذر أربعة مضروب في جذر اثنين نقصتها سي ثلاثة جذر اثنين نقصتها لنا اثنين راكم تشوفوا لنا زائد اثنين جذر اثنين جذر اثنين جذر اثنين لهنا ثلاثة مضروب في اثنين مضروب في اثنين نقصتها لهنا اثنين إذن جذر اثنين نقصتها أربعة جذر اثنين لنا أربعة عشر نقصتها سي إذن لهنا روح يبقى لنا سبعة جذر اثنين العبارة الأخيرة دي شوي جذر ثلاثة على ناقص ثلاثة ناش ناقص واحد دي هي جذر ثلاثة اثنين ناقص ثلاثة ننشر بس ثلاثة لنا عندنا كسر ولا هنا ما كانش كسور إذن واش راح نديرو دي نضربو ثلاثة نضربها في اثنين جد زايد ثلاثة بان نتخلصو من جذر ثلاثة هذا المرافق هذا يقولوا له مرافق اثنين ناقص جذر ثلاثة مضروب في اثنين زائد جذر ثلاثة الباقي ما يتبدلش دي إذن لهنا ننشر اثنين جذر ثلاثة جذر ثلاثة مضروب في جذر ثلاثة ولا هنا لهنا من طراز راكم تشوفوا أ ناقص ب مضروب في أ زائد ب معناه أ مربع زائد ناقص ب مربع إذن أ مربع هو اثنين مربع ناقص جذر ثلاثة مربع ناقص ثلاثة جذر 12 ناقص ثلاثة دي إذن لنا جذر هذا هي ثلاثة إذن جذر ثلاثة زائد ثلاثة لنا ربعة ناقص ثلاثة لأن مربع الجذر ثلاثة هو ثلاثة ربعة ناقص ثلاثة هو واحد ناقص ثلاثة جذر 12 ناقص ثلاثة أي دي اثنين جذر ثلاثة زائد ثلاثة ناقص ثلاثة جذر 12 ناقص ثلاثة هذه النحو تبقى لنا دي هي اثنين جذر ثلاثة ناقص ثلاثة جذر 12 نقدر نغيروها اثنين نبسطوها ثاني ناقص ثلاثة جذر أربعة في ثلاثة معنى تولينا اثنين جذر ثلاثة ناقص ثلاثة
جذر 4 جذر 3. معناه 2 جذر 3 لهنا جذر 4 هي 2 مضروب في جذر 3، أي 2 جذر 3 ناقص 6 جذر 3. دي كيفها تروح تصبح 2 ناقص 6 هو ناقص 4 جذر 3. هذه هي القيمة تاع دي. انتهينا.